القائم. هذا العدد الكبير من النساء حضرن لإعلاء صوتهن والدعوة لوقف العنف القائم عليهن في فلسطين. هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومركز شؤون المرأة أشرفنا على تنظيم هذه الحملة للمطالبة بوضع حد لتوسع العنف ضد النساء، والذي تم رصد زيادة فيه خلال العام الحالي، وأرجع المشاركات أسباب العنف للكثير من العوامل أبرزها الفقر والحصار الإسرائيلي. على الأقل 55% من النساء من أعمار 18 ل 64 سواء متزوجات أو غير متزوجات يتعرضن لعنف، لنوع واحد على الأقل من العنف، وبالتالي تخيل إذا تعرضت لأكثر من نوع من العنف، العنف الجسدي والنفسي والجنسي والاقتصادي والحرمان، والآن في العنف الإلكتروني والتنمر. مجتمع خالي من العنف. فيما عبر الاتحاد الأوروبي عن قلقه من ازدياد العنف ضد النساء سيما خلال الأعوام الماضية وحتى اليوم، وسعيه إقرار قانون الحماية العائلية لضمان الحماية القانونية للنساء اللواتي يعانين من العنف على حد تعبيره. ندعم العديد من المشروعات في فلسطين وبالأخص في قطاع غزة، مثل توفير الحماية المجتمعية أو تقديم خدمات للنساء لدعم حمايتهن، ونحن أيضا نقدم خدمات صحية للسكان في غزة مثل علاج السرطان للنساء وللرجال. قد تنصف بعض القوانين والتشريعات النساء وتعيد لهن حقوقهن، لكن تنفيذها يواجه صعوبات عدة بحاجة للضغط من قبل كل جهات الاختصاص لإنصافها. تسعى النساء في هذا المؤتمر لترسيخ مفاهيم المحافظة على حقوق المرأة الإنسانية في ظل الحديث عن ارتفاع معدلات العنف في صفوفهن. محمد الدعور، الغد، غزة، فلسطين.